في دمشق تتواصل المعارك بين قوات النظام وقوات المعارضة. وفي آخر الأنباء الواردة من هناك، ارتكب جيش النظام السوري مزرة جديدة بحق المدنيين في جديدة عرطوس الفضل بريف دمشق، بحسب شريط فيديو بثه ناشطون معارضون على شبكات التواصل الاجتماعي. الناشطون أفادوا أن أكثر من 200 شخص من أهل المنطقة تم ذبحهم بالسكاكين أو حرقا، متهمين عناصر من الحرس الجمهوري بالاشتراك مع من يسمون بالشبيحة بارتكاب هذه المزرة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة أن رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب جدد تقديم استقالته كرد على عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء الأزمة السورية، وذلك بعد رفض الأسرة الدولية الموافقة على طلب المعارضة بالحصول على أسلحة نوعية لاستخدامها في المواجهة مع نظام الأسد. هذا وقد أفادت مصادر من المعارضة أن قواتها بدأت تفقد سيطرتها على أجزاء من ريف حمص، متهمة وحدات من الجيش النظامي بتنفيذ عمليات مزدوجة باتجاه المدينة والقرى المحيطة بها.